اتاكم مشاهدينا واهلا بكم الى حلقه اليوم من برنامج متن الخبر وجوله جديده في اعمده الصحف العالميه والعربيه والفلسطينيه نبدا مشاهدينا من الصحف الفلسطينيه وصحيفه الحياه الجديده حيث كتب الدكتور فوزي السمهوري هذا العنوان والذي جاء استهداف الشرعية الفلسطينية لماذا ولمصلحة من فيقول السمهوري في هذه المرحلة التي تتكالب بها قوى الأعداء والخصوم بأدواتها الإقليمية والداخلية للانتقال إلى مربع جديد من مؤامراتها ضد الفلسطين وشعبها بعد أن خيل لها أن الظرف الرسمي العربي يمكنها من الانقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني الذي تجسده منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وي يضيف الكاتب مشاهدين في هذا المقال لقد شكلت انطلاقة الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح عام 65 الأساس البنيوي والوجودي والسياسي والوطني للشعب الفلسطيني كما شكلت ايضا شرعيه تمثيل الشعب الفلسطيني الذي اكتسبته منظمه التحرير الفلسطينيه بنضالها على الاصعده العربيه والاسلاميه والصديقه والدوليه كافه. هذه الشرعيه يقول الكاتب مكنت قياده الشعب الفلسطيني من تحقيق انجازات ينبغي على جميع مكونات الشعب الفلسطيني والعربي واحرار العالم البناء عليها. من هذه الانجازات ايضا مشاهدينا حيث تطرق الكاتب أنا شكلت السد المنيع امام امكانيه نجاح المخطط الصهيوني الذي جسدته مبادره اداره الرئيس الامريكي ترامب المعروفه باسم صفقه القرن واجهاض محاولات ايجاد قياده بديله للشعب الفلسطيني بالرغم من كل الاغراءات والمحاولات التي بذلت ولا تزال تبذل بدعم اقليمي تاره ودولي تاره اخرى ايضا يقول الكاتب نجاح الدبلوماسية الفلسطينية بكسب الدعم السياسي والقانوني للحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية كل هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق دون التفاف ودعم الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها ويتطرق أيضا مشاهدين الكاتب في هذا المقال ان الشرعيه الفلسطينيه مستهدفه لاعتبارات عديده من هذه الاعتبارات اضعاف الموقف الفلسطيني دوليا واضعاف الجبهه الداخليه خدمه للمشروع الصهيوني وتدمير كل المنجزات على الارض ليختم الكاتب مقاله على جميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواها السياسيه والشعبيه رص الصفوف والالتفاف حول منظمه التحرير وقيادتها الشرعيه فهذا هو السبيل لاجهاض المؤامرات الاقليميه والدوليه كافه مهما اتخذت من ادوات وعناوين والى صحيفه الايام مشاهدينا وفي اطار جوله الصحف الفلسطينيه فقد عنون هاني حبيب هذا المقال الجمهور الإسرائيلي نتنياهو فاسد وسننتخبه فيقول هاني حبيب في هذا المقال ستظل الساحه الانتخابيه الاسرائيليه منشغله بتداعيات توجيه لائحه اتهام ضد نتنياهو، لكنها كما نعتقد يقول الكاتب ستعود مجددا الى مربع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على خلفيه صفقه القرن. ومن جديد نؤكد ان قراءه مجريات الحمله الانتخابيه تدور في فلك هذا الصراع، رغم ان عددا من المحللين الاسرائيليين والفلسطينيين يتجاهلون هذه الحقيقه بالقول المستنسخ ان قضيه هذا الصراع غابت عن الحمله الانتخابية الانتخابية الإسرائيلية ونعتقد أن هذا الصراع سيستمر بشكل أكثر قوة وتأثير على المستويات السياسية في الدولة العبرية إلى ما بعد الانتخابات وسيكون محورا أساسيا في تشكيل الحكومة المقبلة وفي الغالب برئاسة نتنياهو مجددا ويضيف هاني حبيب في استطلاع مثير جدا أجره الباحث السياسي في جامعة حيفا الدكتور دوردون نيفوت نشرته صحيفة هآرتس تبين أن الجمهور يعتبر نتنياهو فاسدا لكن هذا الجمهور المستطلع لا يثق بالمستشار القضائي من ديلبلت بينما 75% من مصوتي اليمين يعتبرون أن أجهزة تطبيق القانون مشاركة في محاولة الإطاحة بنتنياهو وهناك 80% لا يثقون بالشرطة و90% لا يثقون بوسائل الإعلام النتيجة المستخلصة من هذا الاستطلاع نعم نتنياهو فاسد لكن هناك عدم ثقة بالقضاء والشرطة والإعلام يقول الكاتب لذلك فإن هذا الجمهور متمسك بنتانياهو. إذن اذا مشاهدينا كان هذا المقال من صحيفه الايام بقلم هاني حبيب والى صحيفه القدس فكتب جورج كرزم هذا التحقيق حول لماذا نقلت إسرائيل منشآت معالجة نفاياتها الخطرة إلى الضفة؟ فيقول جورج كرزم في هذا التحقيق بلورت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا مشاريع ضخمة أسمتها بيئية بقيمة نحو 400 مليون دولار أمريكي وبخاصة لإقامة وتطوير منشآت لمعالجة النفايات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية سواء تلك الناتجة من المستعمرات أو من إسرائيل ومن أبرز تلك المشاريع بناء منشأة تدوير لنفايات شرقي مستعمرة معالي أدو المقامة على أراضي بلدة العيزرية والتي ستعالج النفايات الإسرائيلية من إسرائيل والضفة علما ان تكلفتها تقدر بنحو 200 مليون دولار ستوفرها ما تسمى بوزاره البيئه الاسرائيليه وما تسمى بلديه الاحتلال في القدس ومجلس مستعمره معالي ادوميم، وايضا جاء مشاهدينا في هذا التحقيق الجدير بالذكر ان الاسرائيليين يعارضون بشده اقامه منشات لمعالجه النفايات بمحاذاه مناطق سكنهم في اسرائيل لانهم يخشون من المخاطر البيئيه والصحيه، كما ان رؤساء السلطات المحليه الاسرائيليه يرفضون انشاء مرافق لتدوير النفايات في المناطق الصناعيه الواقعه تحت نفوذهم، بصرف النظر يقول الكاتب عن مدى حداثه تلك المرافق لانهم يخشون من ان يضعف ذلك قدرتهم على جذب مصانع اخرى الى تلك المناطق، بينما الواقع في الضفه الغربيه يختلف تماما حيث تتكاثر مدافن النفايات الاسرائيليه ومواقع معالجتها وتدويرها دون اي اعتبار للقانون الدولي اذا مشاهدينا كان هذا التحقيق حول النفايات وطمر النفايات في الضفه من صحيفه القدس وبهذا مشاهدينا نكون قد انهينا جوله الصحف الفلسطينيه نذهب الى فاصل ونعود لنكمل متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدينا نبدأها من صحيفة الخليج حيث كتب حسين الزاوي هذا المقال بعنوان: السياسة الدولية بين الذعر والجنون وهنا يقول الزاوي تشهد السياسة الدولية ومعها كل الكرة الارضية من اقصى غربها الى اقصى شرقها تراجعا كبيرا للتوازنات الكبرى التي كانت تحكم العلاقات بين الدول الكبرى والصغرى في القارات الخمس منذ نهاية الحرب الكونية الثانية وبات التنبؤ بمصير التحولات الكبرى امرا صعبا بل ومستحيلا في الكثير من جوانبه نتيجة للمجاهل الكثيرة التي تميز الاستراتيجيات المتعارضه للدول والتطلعات المتضاربه للمجتمعات والشعوب لقد تغيرت اشياء كثيره وحدثت تقلبات وثورات على مستوى الانساق التقنيه والمعلوماتيه والسياسيه والمجتمعيه واصبح العالم يبحر في اجواء عاصفه وغيوم ملبده في ظل ضبابيه الرؤيه وصعوبه استشراف التغيرات والانقلابات الفجائيه التي تحدث بوتيره متقاربه تجعل القدره على مواجهتها صعبه بل وخطيره في اغلب الاحيان ويضيف حسين الزاوي في هذا المقال تخلق التحولات الكبري وغير المسبوقه التي تحدث علي مستوي موازين القوي الدوليه تخبطا كبيرا علي مستوي العلاقات بين القوي الكبرى فيما بينها وبين القوى المحليه والاقليميه وتجعل القوى الاقليميه تنفرد بتحديد اجنداتها الخاصه في استقلاليه شبه تامه عن القوى التقليديه الكبرى، الامر الذي يجعل الصراع ما بين كل الاطراف ينفلت من عقاله ويتخذ مسارات شديده الخطوره تتميز باندفاعات مجنونه نحو المواجهه ويولد كل ذلك خوفا شديدا في اوساط الراي العام الدولي. بشان مستقبل الامن والاستقرار، ويضيف الزاويه مشاهدينا تعود هذه الاندفاعات المجنونه الى جمله من الاسباب من اهم هذه الاسباب الصعود الكبير وربما غير المتوقع للصين كقوه كبرى ورائده في مجالات عده واستراتيجيه مثل المعلوماتيه والذكاء الاصطناعي وتراجع مرتبه الولايات المتحده الامريكيه كقوه مهيمنه ومحتكره لما يسمى بالاحاديه القطبيه الموروثه عن مرحله التسعينات من القرن الماضي وتفكك اوروبا بوصفها قوه غربيه بديله ومسانده في اللحظه نفسها للهيمنه الامريكيه لا سيما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وصعود التيارات القوميه الشعبويه التي باتت تؤثر بشكل واضح في العلاقات ما بين العديد من الدول الكبرى المؤسسه للاتحاد في كل مثلا فرنسا وايطاليا. إذا مشاهدينا كان هذا المقال لحسين الزاوي من صحيفة الخليج حول التحولات والتغيرات الإقليمية الدولية، وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث اخترنا هذا المقال حول السترات السفراء فكتبت الشرق الأوسط: حركة السترات الصفراء لم تغير المعادلات الانتخابية في فرنسا، فتقول الشرق الأوسط أحدث المحتجون من حركة السترات الصفراء انقلاباً في المشهد السياسي الفرنسي. لكنهم لم يتمكنوا من بلبلة التوازنات الانتخابية كما كشفت استطلاعات الرأي التي اظهرت حزب الرئيس ايمانويل ماكرون واليمين المتطرف في طليعة نوايا التصويت في الانتخابات الاوروبية. اذا مشاهدينا هنا الشرق الاوسط تطرقت الى استطلاعات الرأي التي اجريت في فرنسا حيث نشر البرلمان الاوروبي نتائج هذه الاستطلاعات وبينت انه اذا شكلت حركة السترات الصفراء التي تهز احتجاجاتها فرنسا من منذ تشرين الثاني الماضي ونجحت في فترة ما في حشد مئات الآلاف في الشارع قائمة لخوض الانتخابات الأوروبية فإنها لن تحصل سوى على ثلاثة في من الاصوات وتشير ايضا الاستطلاعات الى ان فرنسا مقبله على مواجهه شبيهه بالتي شهدتها الدوره الثانيه من الانتخابات الرئاسيه لعام 2017 بين ماكرون ومارين لوبن اذ توقعت الانتخابات في السادس والعشرين من شهر ايار تنافسا بين الجمهوريه الى الامام والتجمع الوطني. بفوز او يفوز فيها الحزب الرئاسي ب 23% مقابل 19% لليمين المتطرف اما من صحيفه الحياه اللندنيه والتي كتبت حول فشل القمه بين كيم وترامب فعنونت هذا الخبر واشنطن وسئول تعتزمان الى تقليص المناورات العسكريه السنويه حيث تعتزم الولايات المتحده وكوريا الجنوبيه تقليص المناورات العسكريه السنويه التي تنفذانها في الربيع وابدالها بتدريبات محدوده جاء ذلك بعد يومين على فشل قمة جمعت الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في هانوي لخلاف حول رفع العقوبات المفروضه على بيونغ يانغ وتقليص ترساناتها النووية ايضا الحياة اللندنية تطرقت إلى خلفية هذه الزيارة وزيارة فيتنام وإقامة هذه القمة في فيتنام فتقول كان والد كيم جونغ أون صديقا لهو شي ودعمه بطيارين حربيين وبخبراء خلال حربه ضد فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة حيث كانت زيارة كيم الثالث إلى فيتنام هي الأولى لزعيم كوري شمالي منذ العام 64 عندما سافر جده كيم إل سونغ بقطار إلى العاصمة الفيتنامية ونبقى مشاهدينا في جولة الصحف العربية ولكن ننتقل وإياكم إلى نوافذ متن الخبر وجولة في أروقة الصحف الأردنية وأبرز ما جاء فيها من مقالات والزميلة أروى حماد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بكم مشاهدينا في هذه الجوله الجديده في الصحافه الاردنيه نستهلها مع صحيفه الغد واخترنا لكم مقال للكاتب فهد الخيطان تحت عنوان الملك في مهمتين يشير الكاتب الى خطاب الملك عبد الله الثاني بمؤتمر لندن الذي منح الثقه بجديه الالتزام الاردني بعمليه الاصلاح وسعيه الجاد لتامين بيئه استثماريه محفزه في المقابل اظهر المؤتمر مدى الاهميه التي يوليها المجتمع الدولي لاستقرار الاردن ويضيف الكاتب الملك وبعد ان انجز المهمه في لندن سيتوجه لواشنطن للتواصل مع قيادات الكونغرس فتحركات الملك على الساحه الدوليه تشكل في مجملها ضمانات لحمايه المصالح الاردنيه من اوضاع الاقليم المتغيره ونبقى في صحيفة الغد ومع مقال آخر للكاتب باسم الطويسي تحت عنوان "حيوية مجتمعية في مواجهة الأزمات" يقول الكاتب برزت بقوه حاله من التضامن الاجتماعي في الظروف الجويه الاخيره، فالشباب الاردني اطلق سلسله حملات تؤكد على قوه هذا المجتمع، باتت تتبناها بعض المؤسسات للتضامن مع تجار وسط البلد نتيجه ما اصاب متاجرهم من خراب بعد تدفق المياه اليها. ويضيف الكاتب: ليس وحدها الدول والمؤسسات من لديهم القدره على تحويل التحديات الى فرص، بل ايضا يمكن ان تفعل هذه المجتمعات والنساء والرجال على اكتشاف معنى اخر للعمل العام ومعنى اخر للحياه والنجاح. ومن صحيفه الغد ننتقل معكم الى صحيفه الدستور ومع مقال الكاتب كمال ذكرنا تحت عنوان نعمه وليس نقمه. يقول الكاتب رغم كل ما حصل من اضرار وخسائر بشريه وماديه نجمت عن المنخفض الجوي الاخير فان الامطار التي هطلت على المملكه خلال الايام الثلاثه الماضيه تعتبر نعمه ربانيه ولا يجوز تصنيفها بالنقمه فقد رفعت مخزون السدود ليتجاوز نصف سعتها التخزينيه الكامله ويضيف الكاتب الارتياح العام لأمطار المنخفض صدمته أخطاء بشرية كان من الممكن تجنبها بمزيد من الاستعدادات الاحترازية والانتباه وأخذ الحيطة والحذر بالشكل الكافي ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت وعودة إلى كراية شكرا للزميلة أروى حماد على جولة الصحف الأردنية وإلى الصحف المصرية والزميلة نور الصباح أهلا بك نور التحية لك رايا ولكم مشاهدينا في هذه الجولة بين اروقة الصحف المصرية والتي تاتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفة الاهرام امينة شفيق تكتب تحت عنوان العلاقات المتواصلة مع افريقيا وتقول شفيق في هذا المقال كيف نتناول الواقع الافريقي الذي قد اصبح جديدا علينا بسبب طول البعد الزمني ولكنه استمر واضحا للعديد منا خاصة الذين يملكون الرغبة في الاطلاع والمعرفة أو المتخصصين الكثر في بلادنا خاصه وقد عرفنا القاره وشعوبها وكنا بجانبها ابان حركه التحرر الوطني وبعدنا عنها بعد ان تخلصت من الاستعمار العسكري المباشر في حين اننا وهم كنا في اشد الحاجه لبعضنا البعض حتى نستطيع تحقيق الهدف الاكبر وهو بناء الدوله والاقتصاد والانسان والسياسه في مرحله ما بعد رفع العلم الوطني والوقوف تحيه للسلام الوطني في ذات الصحيفه مصطفى السعيد يكتب تحت عنوان التعثر الامريكي في سوريا وكوريا وفنزويلا ويقول السعيد هنا تعثرت الولايات المتحدة الامريكية في تحقيق اي تقدم من شأنه زعزعة حكم الرئيس الفنزويلي مادورو وتنصيب غوايدو رئيسا مؤقتا، فلم تتمكن من تمرير قرار لمجلس الامن يسمح لها بإدخال مساعدات انسانية إلى فنزويلا دون موافقة مادورو عبر الحدود الكولومبية، وهي أول محاولة أمريكية لتثبيت دعائم حكم غوايدو كرئيس بديل لفنزويلا، فقد اصطدم مشروع القرار الأمريكي بفيتو مزدوج من روسيا والصين ووصفته بأنه تدخل غير شرعي في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة يتعارض مع المواثيق الدولية أخيرا في صحيفة الأخبار عبد الله البقالي يكتب تحت عنوان هاجس الخوف على مستقبل البشرية ويقول الكاتب هنا الاكيد ان المغامره في المجال العلمي من خلال البحث والابتكار والاختراع تعتبر ضروريه لمواجهه التحديات المتجدده في الحياه البشريه اليوميه ورافعه اساسيه من رافعات النمو والتطور والاكيد اكثر ان الباحث في مجال العلوم يجب ان يتسلح بالشجاعه العلميه وبالاراده القويه في مساره نحو اكتشاف الحلول لمختلف الاشكاليات التي تعترض الحياه الانسانيه لكن هذه المغامرة العلمية تطرح إشكاليات أخرى مستعصية تهم حدود الاختراع والابتكار والاكتشاف بمعنى لابد من وجود أدبيات وأخلاقيات تؤطر مجال الممارسة في المغامرة العلمية خلال العصر الحالي في بلادنا. هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة بين أعمدة الصحف المصرية، الآن عودة إليك راية في استوديوهات رام الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا للزميله نور الصباح على جوله الصحف المصريه مشاهدينا جولتنا في الصحف العربيه انتهت نذهب الى فاصل ونعود لنكمل ما تبقى من متن الخبر ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والى الصحف العالميه مشاهدينا والبدايه من صحيفه الميدل ايست مينيتور التي كتبت حول تصريحات زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن التي طالب فيها المملكه المتحده الى ادانه استهداف اسرائيل للفلسطينيين وان تجمد بيع الاسلحه لاسرائيل ونشر كوربن مشاهدينا على حسابه على تويتر تغريده قال فيها ان الامم المتحده اصدرت بيانا اكدت فيه ان قتل اسرائيل المتظاهرين في غزه بمن فيهم الاطفال والمسعفون والصحافيون يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقال كوربين يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أما من صحيفة الواشنطن بوست حيث أثارت المخاوف في افتتاحيتها وقالت حول تدخل ترامب بمنح صهره جارد كوشنر تصريح بالوصول إلى المعلومات الحساسة وتطرقت مشاهدين صحيفة الواشنطن بوست أنه على الكونغرس أن يجري تحقيقا بهذا الأمر فالقضية لا تتعلق هنا بمحاباة الأقارب تقول الواشنطن بوست بل بالقلق من أن أسرار الدولة من الممكن تسريبها على نحو مشكوك فيه وبحسب ما ورد فقد منح كوشنر تصريحا للحصول على المعلومات السرية للغاية رغم مخاوف ابداها مسؤولو الاستخبارات ورغم ان طبيعة قلقهم بقيت غامضة تماما فالتقارير تحدثت السنة الماضية ان الدول مهتمة باستغلال الترتيبات العائلية التجارية المعقدة لكوشنر لكن كوشنر تقول الصحيفة يفتقر الى الخبرة في السياسة الخارجية فهل ينبغي ان يستمر كوشنر في العمل كمسؤول في البيت الابيض وكمبعوث للرئيس مع امكانية الوصول الى الموا المصنفه بانها سريه اذا كانت المخاوف الاساسيه حول تصريحه لم تحل بعد هذه المساله يجب على الكونغرس تقول الواشنطن بوست ان يتحقق من ذلك وان يتخذ اجراءا بهذه الامور والى صحيفه الساندي تايمز البريطانيه مشاهدينا حيث اخترنا لكم هذا ال مقال والذي جاء تحت عنوان حول ما يمكن ان تتعرض له الصفقات والتبادلات التجاريه جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فتقول هنا مشاهدين التايمز ان الدول الكبرى غالبا ما تفرض شروطها على سائر الدول باي مفاوضات تجاريه، لذلك من الحكمه ان نكون واقعيين بشان الصفقات التجاريه المستقبليه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، واشارت ايضا مشاهدين الصحيفه إلى أنه دعوة سفير بريطانيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي روجرز إلى إخبار المواطنين بالحقيقة، إذا يجب إخبار المواطنين بالحقيقة بشأن الخيارات التجارية بعد الخروج، وأعطى روجرز أمثلة على الشروط الأمريكية بتخلي بريطانيا عن بنود تجارية كانت مفروضه وفقا لقوانين الاتحاد الاوروبي كفتح سوق البريطانيه امام الدجاج المغسول بالكلور وهو ما تمنعه قوانين الاتحاد تقول الصحيفه صحيح ان بريطانيا ستتمتع بمزيد من الورونة للتوصل الى صفقات لكنها لن تملك بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي النفوذ التفاوضي التي تمتعت به عندما كانت جزءا من سوق يتالف من 500 مليون شخص اذا مشاهدينا كان هذا ابرز ما لدينا من مقالات في صحيفه في جوله الصحف العالميه وللرسوم الكاريكاتيريه لهذا اليوم لنتابع مشاهدينا انتهت حلقة متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه إلى اللقاء